أي عراقي تقول له هاي الإشارة شنو؟ يقول لك تعني فلوس. فأنا يعني قضية أموال. هاي ورق. أنت تخوفني جي. ما تقعد راحة. شنو 290 مليار؟ الدوخ الرئيس وأنت تتعب والوكلاء. عندنا خير من الله. أنت طلبت أجي أنا أجيت وجيب السجلاتي. وأنت وين الكاميرات؟ مو كنت باحث خلي الشعب يعرف الحقيقة؟ لم يوحى إليك أو يهمش في إذنك، بل أنت كنت قريبا مما كان يجري. هم يقولون اعتذار، أنا ما اعتذر عن شيء قلته. يعني أنت تعتقد أنه الشكوى في طريقها؟ كان لازم يستقيلون مثل ما استقال ضياء، مفروض البقية هم يستقيلون. يعني أنا افتهمت أنت ناوي تسوي دعوة. يعني إحنا كنا معاناة عندنا بالمعارضة من الطائفية،